أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد من الدليل الشامل لـ SQL، ونحن الآن بالتمرين الأخير بالمستوى الأول، مستوى الأساسيات. فإذا أنت انتهيت من هذا التمرين يعني أنت في مستوى جيد من SQL، وثم سنبدأ المستوى ما بعد الأساسيات قبل أن ننتقل للمستوى المتوسط. فبالنسبة لتمرين اليوم عنوانه جروب باي، رقم التمرين 306، والهدف من التمرين أن نتعلم حول شيء جديد اسمه Group By. هذا التمرين قد يكون معقد قليلاً، لكن مع الشرح لهذا الفيديو لن يكون معقد. ما عليك سوى أن تركز وأن تتبع خطواتي جيد، ولا تتململ ولا تتذمر ولا تقول أنت كررتي وأنت عدتي ومن هذا الكلام الفاشل، يعني عفواً. استمع إلي، وبنهاية هذا الفيديو أؤكد لك أنك ستفهم هذا الموضوع. فهذا التمرين يتبع للتمرين 305، وبالتالي نحن نحتاج قاعدة البيانات أو الجدول الذي قمنا ببنائه، فجدول الطلبات، فأنا سأقوم ببنائه أيضا الآن. جيد، فقمنا ببنائه. الآن نعد للتمرين 306. طبعا نصيحتي لكم أن تشاهدوا 305 لأنه جدا 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 مهم، وبناء 306 على 305، فكونوا على علم واضح بالماكس، بالمن، بالسم، بالأفرج، بالكاونت، خمس أشياء كونوا على علم بها. فإذا الآن لنأتي لهذا الجدول. فهذا جدول الطلبات، الشيء الذي يجب أن تقوموا به بالبداية هو أن تفهموا البيانات. حتى تستطيعوا الاستعلام عن البيانات يجب أن تفهموا البيانات. فمرة أخرى سنفهم هذا الجدول. هذا الجدول بكل بساطة ما هو؟ هو بكل بساطة شخص لديه متجر وتأتيه طلبات، والطلبات هذه لها أرقام، لها معرفات، والطلبات تأتي لمنتج معين. مثلا يمكن هذا المتجر يبيع حقائب، يبيع أجهزة هاتف، يبيع أقلام، يبيع دفاتر إلى آخره. فكلما يأتيه طلب معين فهو يدخله في قاعدة البيانات أو يكتبه على الدفتر. مثلا لدي يقول جاءني طلب الآن، هذا رقم الطلب، تم طلب هذا المنتج الذي هو مثلا هذا حقائب، وتم طلب 500، تم طلب 5 حقائب، وسعر الحقيبة الواحدة 10. فإذا هذا السعر هو سعر الواحد، وجاء هذا الطلب بهذا التاريخ. فماذا يعني هذا الموضوع؟ يعني بكل بساطة هذا جدول الطلبات. طلبات تأتي للمتجر، طلبات لمنتج معين يتم شرائها بكمية واحد معينة، وكل هنالك سعر لكل واحدة من هذه الكمية، وهنالك تاريخ لهذا الطلب، اليوم الذي حصل فيه أو تم فيه هذا الطلب. ممتاز. فمثلا يمكن أن يأتي سؤال ويسألني، يقول لي ما هي كل الكميات، يعني مجموع الكميات التي تم طلبها في المتجر من كل المنتجات. فقد تقول المجموع الكميات هي 5 + 3 + 7 + 2 + 1 + 4 + 8 + 6 ويساوي بSQL كيف يكون الموضوع؟ بالسم، أقوم بالسم للكمية. فلنقم بذلك. فهنا بالكويري سنكتب select sum لquantity، لأننا نريد جمع الquantity، صحيح؟ هل ما أقوله صحيح؟ قل لي، يعني مع نفسك الآن وأنت تشاهد الفيديو، قل صحيح، نعم نحن نريد حساب الكمية، مجموع الكمية. فإذا total quantity، طبعا as هذه نحن تعلمناها في وقت سابق، يعني هي alias، والموضوع يجب أن يكون من جدول states. هذا ضروري جدا أن نحدد from أي جدول نحن نعمل، وهذا عبارة عن alias وهذا اسم ال alias. طبعا يمكن أنا أن أغلق هكذا وثم run. فإذا هذه هي النتيجة، النتيجة 36، يعني مجموع هذه الأرقام معا. أنت على الآلة الحاسبة لديك أو على الهاتف، قم بجمع هذه الأرقام وافهم هذه العملية. أيضا مهم جدا أن تفهمها بلغتك بطريقتك، ثم تفهمها بSQL، لأن SQL جاءت لتساعدك لأداء مهامك. فإذا مهامك هي الأساس وSQL هي المساعد، فسهل جدا أن تفهم SQL لأنها وجدت لمساعدتك. جيد، فبالتالي هنا اجمع الكمية وهي الأمر، SQL ستعطي نفس النتيجة. طيب السؤال الآن الأول لهذا التمرين
سنقرأه معا. قم بحساب مجموع الكميات اللي تم بيعها لكن لكل منتج على حدة. ماذا يعني ذلك؟ يعني مثلا بالمتجر الخاص بي مثلا أنا أبيع أقلام، أبيع حقائب، أبيع دفاتر مثلا، فأنا أريد أن أعرف كل منتج من الأشياء التي أبيعها كم مقدار البيع الذي حصل، كمية البيع، كمية من هذا المنتج الذي قمت ببيعه. هذا ربما يعطيني فكرة أن ربما الشيء الذي أبيعه بأكثر كمية يمكن أن أقوم ببيعه باستمرار. جيد؟ يعني مثلا إذا أنا أبيع حقائب وأقلام والحقائب باعت أكثر شيء، بعت كمية حقائب كبيرة، فأنا أفكر أن أزيد مثلا، أن أشتري أكثر حقائب وأبيعها بشكل مكثف أكثر. هذا هو الهدف. فبالتالي بـ SQL إذا أردت الحصول على المعلومة بداية، أنني أريد أستعلم عن المعلومة، أنني أريد أن أعرف كل منتج كم كمية، مجموع الكميات التي أنا قمت بشراء كل منتج، ما مجموع الكميات التي بعتها منه. فمثلا لدينا المنتج 101، نعتبره أنه منتج الحقائب، فمنتج الحقائب بعت منه هنا 5 وهنا 7 وهنا 8، المجموع 20. صحيح، المجموع 20. فأنا بعت من الحقائب أو 101 20. بالنسبة ل 102 لنعتبر أنه أقلام، كم قلم بعت؟ فإذا بعت 3 زائد 4 يساوي 7. إذا مثلا هذا دفاتر مثلا، كم دفتر بعت؟ 2 زائد 6 8. بالنسبة لهذا المنتج المميز بعت منه فقط 1، فلأن لا يوجد غيره. فأنا أريد جمع الكميات، جيد، التي فيها معرفة المنتج نفسه. يعني مثلا هنا 101 وهنا 101 وهنا 101، سأجمع هذه الأرقام معا. كيف ذلك؟ يمكن أن أستخدم شيء اسمه Group By. فإذا هنا بداية أنا أريد أن أعرف عنوان هذا المنتج Product ID، وبعد From Sales أريد أن أجمع النتائج حسب Product ID. والآن سأتكلم أكثر عن هذا الموضوع، لكن بداية دعوني نكتب Run ولنرى النتيجة. النتيجة كما توقعناها بال 121، 127 و 138 و 141. فالشيء الذي يجب أن تفهمه بهذا الموضوع أن Group By تعني قم بجمع بمجموعات بناء على. كيف ذلك؟ أنا إذا أردت أن أجمع بيانات بمجموعات يجب أن يكون هنالك شيء ثابت بينها. فمثلا أريد أن أجمع أريد أن أقسم مثلا الأقلام التي لدي حسب اللون، فبالتالي الأزرق سأضعه معا، الأحمر سأضعه معا، الأصفر سأضعه معا. فبالتالي يجب أن يكون هنالك شيء ثابت للتجميع بالمجموعات أو للتقسيم بالمجموعات. فالشيء الثابت هنا يكون في معرف المنتج. فإذا الشيء الثابت هو 101 101 101. فكل شيء 101 ضاعها بمجموعة، كل شيء 102 ضاعها بمجموعة، كل شيء 103 ضاعها بمجموعة. وهذه المجموعات سيكون في كل واحد من عنصر من هذه المجموعة يوجد عنصر مثلا الكمية أريد أن تجمعها معا. فهنا يمكن أن نقوم بترجمة هذا للغة العربية، أن نقول مثلا قم بحساب مجموع كميات المنتجات وقسمها بمجموعات حسب معرف المنتج. قبل الانتقال للتمرين التالي أود فقط أن أتكلم أكثر عن فكرة Group By أو التقسيم بمجموعات. في التمرين السابق نحن تعلمنا Sum, Count, Average, Min, Max، تعلمنا هذه الأشياء. عندما استخدمناها مثلا قلنا مثلا احسب مجموع الكمية، فقط قمنا بسام، احسب افرج الكمية، قام بافرج كوانتيتي فقط لا غير، احسب مجموع السعر، احسب ماكس السعر، احسب مينيموم السعر، وهذه القصص. فنحن قمنا بها بشكل سهل جدا. لكن احيانا نحن نريد ماذا؟ نريد ان نحسب هذه الاشياء، القيمة القصوى، القيمة الدنيا، المجموع، المتوسط، العدد count، نريد أن نحسبها حسب مجموعات، حسب شيء معين. كيف ذلك؟ يعني مثلا لو كان لدينا مكتبة مثلا وفيها كتب، نحن نعير الكتب للناس استعارة، يعني الناس تستعير الكتب من المكتبة. فنحن نريد أن نعرف مثلا
ما هي مثلا الكتب، ما هي عدد الكتب التي تم استعارتها في قسم اللغات أو في قسم الأدبيات في قسم الثقافة العامة؟ كيف يمكن أن نعرف ذلك؟ فإذا بكل بساطة كخطوة أولى بالنسبة لهذه المكتبة ماذا نفعل؟ نقوم بعد كل الكتب التي تم استعارتها جيد، أو بجمعها sum أو count أو count ربما في هذه الحالة، وثم يمكن أن نقول أن نقوم بتجميع هذه الكتب حسب نوعها، مثلا الكتب الأدبيات معا، الكتب الثقافية معا، كتب لغات معا، كتب علمية معا، وكل مجموعة قم بإعطاء عددها، وبالتالي أو مجموع عددها أو الأفرج الخاص بها أو من ماكس إلى آخره. فهنا نستخدم group by. فإذا group by عادة ما يتم استخدامها مع ماذا؟ مع sum, count, average, min, max. فإذا هذه الخمسة التي تعلمناها بالتمرين السابق، إذا أردنا أن نقوم بحسابها بناء على حقل معين، بناء على عمود معين، بناء على تقسيم الداتا التي لدي بمجموعات، فبالتالي علي أن أستخدم group by. فإذا group by تأتي بهذا السياق مع ماذا؟ مع الخمس أشياء التي تعلمناها ب التمرين السابق. نفس الشيء لو كان لدي مثلا مطعم وأنا أقدم أطباق مختلفة حسب البلد، مثلا لدي أطباق التراث الأردني، لدي أطباق التراث المغربي، لدي أطباق من الأطباق تقليدية مثلا من موريتانيا على سبيل المثال، فأنا أريد مثلا، أنا فقط أريد أن أعرف عدد الأطباق التي لدي و عدد الأطباق التي لدي من التراث من الأكلات الأردنية التقليدية مثلا. كيف ذلك؟ في هذه الحالة إذا أردت مثلا العدد فسأستخدم count، لكن أنا أريد ليس count، ليس عددها كلها، لكن فقط التي تتبع للأردن، وبهذه الحالة علي أن أقوم بماذا؟ بتجميع الأطباق لدي بمجموعات حسب مصدر البلد، أو يعني البلد الخاص بهذا الطعام أو بهذا الطبق، وثم أقوم بعد كل مجموعة لاحدة، وبالنهاية أعرف أنا عدد الأكلات الأردنية أو المغربية أو الليبية أو أي بلد التي لدي. مثال رقم ثلاثة افهمها في شكل نظري ثم ستفهمها بشكل عملي، هو أن مثلا لديك مدرسة، وهذه المدرسة فيها قواعد بيانات الطلاب التي أوجداها للطلاب وعلاماتهم. فمثلا أنا أريد أن أعرف مثلا لدي مثلا كل الدرجات موجودة في جدول واحد، فأنا أريد مجموع مثلا أعلى درجة تم تحصيلها في كل المواد، أو مثلا أريد أعلى درجة تم تحصيلها مثلا في الفيزياء فقط أو في الكيمياء فقط. جيد، ففي هذه الحالة ماذا أفعل؟ إذا أردت أن أعرف أعلى درجة بكل بساطة أستخدم ماكس على كل الجدول وسيعطيني أعلى قيمة بكل سهولة، لكن إذا أردت أن أعرف الماكس بالرياضيات فعلي أن أقوم بماذا؟ بجروب باي، بتقسيم البيانات التي بمجموعات وحساب الماكس على كل مجموعة. فأتمنى أن هذا واضح. بقي لدينا أربع تمارين بهذا الموضوع، فربما يسهل عليك الفهم أكثر. التمرين الآن هو، أو هذا التمرين الجديد، أن نحسب متوسط الكميات التي تم بيعها حسب أيضا المنتج. فنحن فعليا في هذا التمرين قمنا بحساب المجموع الكميات التي تم بيعها بشكل عام، لكن مثلا إذا أردنا أن نعرف المتوسط، ماذا يعني المتوسط؟ يعني مثلا الحقائب في هذا الطلب أنا بعت 5 حقائب، في هذا الطلب بعت 7 حقائب، في هذا الطلب بعت 8 حقائب، يعني مجموع الحقائب التي بعتها بكل الطلبات كانت عبارة عن 20، لكن بشكل متوسط كم حقيبة أنا بعت من حيث الكمية؟ فإذن أنا أقول 20 تقسيم 3، لأن لدي 3 قيود، فيكون الجواب 6.6. جيد؟ مثلا إذا بالنسبة للأقلام، أنا هنا بعت 3 أقلام وهنا بعت 4 أقلام، فإذن 3 زائد 4 7، تقسيم 2، 3.5 متوسط عدد الأقلام التي بعتها على كل بكل الطلبات. فكيف يمكن أن أقوم بذلك؟ بداية نقسم التمرين. تقسيم التمرين بداية يكون على أي طريقة؟ على طريقة الأفرج فقط. نحن نريد أفرج لكوانتيتي، يعني هنا بدل أن نكتب مثلا، سأكتبه مجددا، سأكتب select average لي
ال الكوانتيتي، لأننا فعليا نحن مهتمين الآن بالكوانتيتي، يمكن أن أعطيها alias أو لا، ليس بالضرورة أن تعطي alias. هذه المرة لم أعطي alias. From sales. طبعا هدف الالياس أو الاسم المستعار أو الاسم البديل هو أن تفهم النتيجة. فإذا ها هي، لاحظوا سيعطي average quantity 4.5. لماذا 4.5؟ ما الشيء الذي حصل هنا؟ الشيء الذي حصل بكل بساطة أنا قلت له average quantity، يعني بشكل عام كم عدد بعت من الأشياء، فقام بجمعها كلها وتقسيمها على عددها. فإذا جمع هذا الأرقام وقسمها على عددها، لكن أنا فعليا أريد تقسيم هذه النتيجة بمجموعات ليست عامة بهذا الشكل، فأريد أن يخبرني كل منتج ما متوسط الكمية التي بعتها منه. كل منتج يعني كل معرف المنتج، يعني أنا أريد أن أحصل على معرف المنتج، وفي النهاية هنا سأكتب group by، جيد، وgroup by حسب الـ product ID. طبعا هنالك خطأ، لنرى ما هو الخطأ. فإذن الخطأ near quantity، طبعا يجب أن أضع هنا comma، عفوا، بدل run. بدل لاحظوا الآن قال لي أن متوسط الكمية التي بعتها من منتج الحقائب كما سميته كان هكذا، من المنتج مثلا أقلام، أنا أسويته أقلام يعني كذا، ولاحظوا كل الأرقام نفس الأرقام التي أنا توقعتها أو التي حسبتها بعقلي. لماذا؟ مرة أخرى تساءل لماذا؟ لأن بكل بساطة SQL تساعدك على القيام بالمهام، لكن هذه المهام أنت فعليا يمكنك أن تقوم بها بنفسك، وأنت تقوم بها بنفسك. فكرة SQL عندما تصبح القيود كثيرة، يعني نحن نتعامل الآن مع 8 قيود، لكن أنت إن شاء الله ستصبح مختلف وتتعامل مع آلاف القيود، ففهمك للعملية على 8 قيود سيساعدك على تطبيق نفس العملية على 1000 أو 2000 أو 3000 قيد في المرة الواحدة، أو حتى 10000 قيد. فإذا الآن السؤال، يعني هذا السؤال، هل هذا واضح؟ إذا لم يكن واضح اتركوا في خانة التعليقات أن هذا ليس واضح، أنا سأعيد شرحه. إذا للتمرين رقم 3، هنا التمرين فيه بعض من الصعوبة، لكن أنا أريد أن أخبرك الشيء قبل أن نبدأ، أن هذه الكمية مثلا هذا منتج الأقلام أنا بعت منه 5، سعر 11. طيب كم هذا الطلب دفع به الزبون؟ كم من المال حصلت؟ حصلت على 5 ضرب 10، صحيح؟ يعني سعر القلم 10، أنا بعت 5، كم السعر الكامل؟ 5 ضرب 10 يعني 50. هنا نفس الشيء، أنا بعت 3، سعر 21، يعني الإجمالي كم؟ 3 ضرب 20 يعني 60، أحسن. وهنا 7 ضرب 10 يعني 70، 2 ضرب 30 يعني 60، هذا 40، هذا 80، هذا 80، وهذا 180. جيد؟ فإذن واضح هذا الشيء، سهل جدا. طيب إذا أردت أن أعرف هذا بـ SQL، يعني مثلا إذا أنا مثلا أردت هنا أن أعرف مثلا السام للكوانتيتي، طبعا قبل قليل تحدثنا عن هذا الموضوع، السام للكوانتيتي from sales، فأنا هنا سأحصل على المجموع الكامل، صحيح؟ سأحصل على المجموع الكامل، لكن أنا فعليا لا أريد المجموع الكامل الكوانتيتي، أريد إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه سيكون هو الكوانتيتي مضروبة بالسعر الواحد، وبالتالي أو سعر الواحد، وبالتالي هنا الكوانتيتي ستكون كوانتيتي ضرب، هذا إشارة ضرب السعر. فإذا الآن إذا قمت بران لاحظوا النتيجة ستكون 620. ربما تقول لي لماذا 620؟ ما هذا الرقم الكبير؟ أنت عليك أن تجمع، اجمع على الآلة الحاسبة، هذا الرقم ضرب هذا الرقم، هذا الرقم ضرب هذا الرقم، واضربها كلها معا ثم اجمعها، سيصبح الناتج هنا، ناتج هنا نفس هذا الرقم. فأنا حصلت على إجمالي نوعا ما المبلغ الذي حصلت عليه من الزبائن على كل الطلبات، لكن السؤال هو يقول أنه ما إجمالي البيع حسب اليوم؟ كيف ذلك؟ يعني مثلا أنا هذا الطلب جاءني في تاريخ هذا، وهذا الطلب جاءني في هذا التاريخ نفس اليوم، يعني في اليوم الواحد جاءني، أو يوم 1/7 جاءني طلبين، يوم 2/7 جاءني طلبين، يوم 3/7 جاءني طلبين، يوم 4/7 جاءني طلبين، يعني تقريبا متوسط طلبات تأتيني كل يوم طلبين. جيد؟ فبالأيام هذا أنا أريد أن أعرف كم كل يوم، ما هو مجموع الأشياء التي أو الأموال التي حصلت عليها. يعني دعوني أشرح مجددا، أن جاءني الزبون الأول، قدم الطلب الأول، اشترى حقائب 5
وسعر الواحد 10 أعطاني 50. جاء الزبون الثاني بعده جيد اشترى أقلام، اشترى 3 أقلام كل قلم 20 أعطاني 60. فبالتالي اليوم كله جاءني 2، يعني جاءني طلبين، يعني أو جاءني طلبان، يعني 60 زائد 50 يعني 110. هذه 110 هي التي أريدها الناتج. كيف سيأتي هذا الناتج؟ بكل بساطة أنا كتبت نصفه، أنا قلت أنني أريد الكوانتيتي البرايس from sales، جيد، لكن أنا أريد الآن حسب اليوم، أريد تقسيمها بمجموعات حسب اليوم، وعليه سأكتب هنا سأكتب حسب اليوم، يعني sale date يعني تاريخ الديت، وهنا سنكتب group by sale date، وهنا run. لاحظوا النتيجة، كل يوم سيخبرني المبالغ التي حصلت عليها. فاليوم الأول حسبناها معا، قمنا بحسابها معا 110. أنت قم بحساب على الآلة الحاسبة الأيام الباقية وانظر للنتيجة حتى تشعر ما هي ما هذا الأمر الذي أنت كتبته. لا يوجد حفظ، فقط فهم. فانتهينا من هذا السؤال. السؤال الذي بعده يقول لي إذا كنت تريد معرفة أكبر كمية من المنتجات تم بيعها في يوم معين، ماذا يعني أكبر كمية من المنتجات؟ يعني مثلا في يوم واحد 7، ما أكبر كمية بعتها؟ فعلا أنا أكبر كمية قمت ببيعها في 1/7 هي الأقلام، بعت منها 5. مثلا في 2/7 أكبر كمية بعتها هي كانت من الدفاتر، أو نعم لا هي أيضا كانت من الحقائب، بعت قمت ببيع 7. بالنسبة ل3/7 أكبر كمية قمت ببيعها كانت لماذا؟ لهذا المنتج 102. أما بالنسبة ل4/7 أكبر كمية قمت ببيعها هي أيضا للحقائب 8. فيمكن أن أعدل على هذا الأمر نفسه لأنه سهل جدا حسب اليوم، لكن لا أريد الصم، أنا هنا أريد ماكس للكوانتيتي حتى أعرف أكبر كمية حصلت عليها أو أكبر كمية قمت ببيعها حسب اليوم. فإذا لنرى النتيجة، فإذا لاحظوا ب1/7 قمت بأكبر شيء قمت ببعت 5 لمنتج واحد، وهذا 7 وهذا كذا وهذا كذا، جيد؟ الشيء الأخير الذي يمكن فعليا أن أريد أن أعرفه لمعرفة إحصائيات المتجر الخاص بي هو أن أريد أن أعرف أن عدد الطلبات التي حصلت عليها حسب المنتج. يعني بشكل عام بالنسبة للمئة وواحد كم طلب أنا حصلت على الحقائب، كم طلب؟ لاحظوا هنا لدينا طلب، هنا 2 وهنا 3. بالنسبة لهذا الطلب حصلنا على لهذا المنتج حصلنا عليه على لا حصلنا له طلبين، صحيح؟ أما بالنسبة لمئة وثلاثة 2 ومئة وأربعة 1. فكيف يمكن أن نكتب ذلك؟ فإذا بكل بساطة يمكن أن نكتب select، نحن نريد العد يكون بcount، جيد، لكل شيء، وروم سيلز هذا سيقوم بعد كل الطلبات، لكن فعليا نحن نريد عد الطلبات وتقسيمها بمجموعات وإعطاء عدد لكل مجموعة، وهذه المجموعة بناء على البرودكت اي دي. وبالتالي هنا سنكتب برودكت اي دي ورن، وهذه هي النتيجة. فإذا 101 جاءنا 3 طلبات لها، 102 2، 103 2، و 104 طلب، واضح؟ فإذا هنا نحن استخدمنا group by. group by ربما تكون صعبة لكن أيضا هي سهلة ومفيدة. لماذا؟ ما هي فكرتها؟ فكرتها بكل بساطة أنا أريد تطبيق الفانكشنز الأساسية التي تعلمناها، التي هي count, sum, average, min, max. أريد تطبيق نفسها هذا لكن على مجموعات من الداتا وليس على ليس على كل الداتا، لأن هذه الفانكشن الخمسة كما تعلمناها في السابق نحن قمنا بتطبيقها على الداتا كلها، وهذه هي الطريقة الصحيحة لتطبيقها. لكن إذا أردنا أن نحصل على نطبقها على مجموعة معينة فعلينا أن نستخدم group by، من اسمها group يعني مجموعة، group by أي قم بتجميع حسب، قم بتقسيم لمجموعات حسب، جيد. وgroup by تستخدم بالطريقة التالية، بداية تستخدم الفانكشنز التي تعلمناها، أكرر نفسي count, average, sum, min, max، وثم بالنهاية تكتب group by واسم العمود الذي تريد أن تجمع القيم حسبه، جيد. يعني إذا عندما نكتب نحن group by product id، فالproduct id هنالك تكرار،
أنا أريد أن أجمع هذه التكرارات معا، أضعها في قيد واحد وأجمع مثلا الكمية الخاصة بها، أو أحسب الأفرج، أو أحسب إجمالي البيع، أو أحسب عدد الطلبات. فهذا هو. إذا هذه هي جروب باي. إذا أردت أن تفهمها باللغة العربية فهمها تقسيم كمجموعات، قسم بمجموعات، حسب مجموعات، أو حسب كذا. وبهذه الطريقة تفهم جروب باي. تذكر جروب باي تكتبها في نهاية الأمر، والجروب باي يجب يعني استخدامها يكون مع average sum count min max. هذا كله لهذا الدرس. تابعوني في الدرس القادم. مع السلامة.